السلام عليكم طلاب الصف الأول الثانوي، معكم ميسو جميل. إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض الدرس الثالث، وهناخد مع بعض اللي هي بارلي دي كاركتير، الحديث أو الكلام عن السمات الشخصية. عشان نتكلم عن السمات الشخصية أو نقول الصفات الشخصية بتاعت أي شخص، لازم الأول نعرف تصريف فعل être. être بمعنى يكون، وده فعل مجموعة ثالثة، يعني ملوش قاعدة في التصريف، بيتحفظ زي ما هو كده، فنحفظه مع بعض. طبعا ده من الأفعال المهمة اللي لازم نحفظها كويس. هننطقه مع بعض: je suis أنا أكون، tu es أنت تكون، il est هو يكون، elle هي تكون، nous sommes نحن نكون، nous sommes، vous êtes أنتم تكونون، وهنا حصل ليزون، الإس اتنطقت زد، ils sont هم يكونوا، ils sont elles sont هن يكونوا elles sont. تمام، نحفظ الفعل ده كويس، ناخد بالنا ان مع النو بنحط في النهاية هنا اس، ومع الفو بنحط هنا اس، ناخد بالنا من دول عشان في كتير من الطلبة بيتلخبطوا بينها. تمام، عشان اسهل عليك الحفظ، انت لو بصيت هنا على التي هتلاقي اس، هنا مع الال والال زودنا حرف التي بس. تمام، طيب الفعل ادخ بيستخدم في ايه؟ قبل ما نتكلم نشوف مع بعض ازاي نستخدمه في التعبير عن السمات الشخصية، عايزين نشوف بيستخدم في ايه تاني. أول حاجة إن هو ممكن يستخدم لتقديم النفس. طبعًا إحنا في الدرس الأول خدنا إزاي نقدم نفسنا، وعرفنا عشان نقول اسمنا بنستخدم فعل سابلي، زي مثلًا ما كنا بنقول جو مابيل بيير، أنا اسمي بيير. تمام؟ هنا نفس الكلام، إن أنا ممكن أستخدم فعل إتخ عشان أقول اسمي، زي مثلًا جو سوي بيير، أنا أكون بيير. يعني ممكن أقول أنا اسمي بيير أو أنا أكون بيير، فالاثنين بيساووا بعض عادي من ناحية المعنى أو الاسم. تمام؟ طيب يبقى دي أول حاجة ممكن أستخدمه عشان أقدم نفسي بدل فعل سابلي عشان أقول اسمي. تاني حاجة ممكن يستخدم لتقديم الآخرين، ممكن أستخدمه عشان أقدم شخص تاني. طبعًا إحنا شفنا تقديم الأشخاص في الدرس التاني. طب هنستخدمه إزاي؟ كان من خلال التعبيرين اللي هما سي علي وسو سون علي إي مونا. عرفنا إن سي بمعنى إنه، وبيجي بعدها الاسم المفرد سواء مذكر أو مؤنث، زي سي علي إنه علي، أو سيسون إنهم بيجي بعدها الاسم الجمع سواء مذكر أو مؤنث، سيسون علي إي مونا. فهنا هنلاحظ إن ده فعل إتخ اللي هو ده، وسون اللي هي دي. تمام؟ طبعا شرحنا الكلام ده بالتفصيل في الدرس التاني، كانت حصة مهمة فلازم تبقى مذاكرها كويس. يبقى دي أول استخدامين، لأن هو ممكن يستخدم فعل إتخ عشان أقدم نفسي أقول اسمي بعد فعل سابلي، أو ممكن أستخدمه لتقديم الآخرين من خلال سي وسيسون. تمام؟ طيب نستخدمه إزاي بقى عشان نستخدم مع الصفات الوصفية أو مع الصفات الشخصية؟ أنا دلوقتي عايز مثلا أقول الصفة بتاعت شخص، أستخدمه إزاي؟ زي مثلا ما أقول علي إي باسيون، علي يكون صبور، منى إي باسيونت، منى تكون صبورة، علي وسامي سون انتليجون، علي وسامي يكونوا أذكياء، منى ونهى سون انتليجونت، منى ونهى يكونوا أذكياء. فهنا لو لاحظنا هنلاقي إن إحنا استخدمنا فعل إتر، هنا علي اسم مفرد مذكر فبعوض عنه عن بالإيل، فبحط التصريف بتاع الإيل اللي هو الإي، فبقول علي إيه، علي يكون، وهنا حطيت الصفة باسيون صبور. هنا نفس الكلام، منى اسم مفرد مؤنث عوض عنها بالال، فبنحط التصريف اللي هو الاي، وعلي اسامي اسم جمع مذكر فبنحط السون، يبقى علي اسامي سون يكونون انتليجون. تمام، فكده استخدمنا فعل اتر. بس هنلاحظ هنا حاجه، وهي ان الصفه بتتغير على حسب الفعل اللي عندي قبل فعل اتر، او ببساطه بتتغير على حسب النوع اللي الشخص، نوع الكلمه اللي عندي، هل الفعل ده مذكر ولا مؤنث. يعني هنا علي باسيون هنا كانت مذكره، هنا منى باسيونت كانت مؤنثه، هنا علي وسامي كلمه انتليجون كانت جمع عشان ده فاعل جمع، هنا منى ونهى
فاعل جامع مؤنث وحطيناه في الاخر او اس، خلينا الصفه جامع مؤنث. فدلوقتي ده هينقلنا للنقطه الثانيه، وهي ازاي نأنس الصفه بحيث ان احنا نقدر نستخدم الصفه مع الفاعل المؤنث وتتغير في الشكل زي ما احنا شايفين كده. تمام، هنشوف مع بعض تأنيس الصفات اللي هو لو فيمينا ديز ادجكتيف كواليفيكاتيف. اول حاجه نعرفها ان الصفه تتبع الموصوف من حيث النوع يعني مذكر او مؤنث، والعدد مفرد او جمع. نشوف الكلام ده مع بعض ازاي نأنس الصفه. النهارده هناخد ازاي نأنسها من حيث نحول الصفه المذكر للمؤنث. المفرد والجمع ده هنشوفه بعدين ان شاء الله. اول حاجه عندنا وهي تؤنس الصفه باضافه او، يعني مثلا لو عندي صفه زي دي بافار اللي هو كثير الكلام، عايز أنسها احط لها الاو تبقى بافارد، وهنا طبعا حرف الدي هيتنطق عشان ما عادش اخر حرف، بافار بافارد. طب انتيليجون اللي هو ذكي، هنسها ازاي؟ احط لها او تبقى انتيليجونت، ذكي ذكيه. بعد كده طب لو الصفه منتهيه بأو بتفضل زي ما هي الصفه، يعني زي تيميد اللي هي خجول اخرها او فما بانسهاش، بتفضل زي ما هي سواء في المذكر او المؤنث، يبقى تيميد تيميد، خجول خجوله، زي ما هي ما حصلش فيها تغيير طالما منتهيه بحرف الاو. نفس الكلام مع سامباتيك اللي هي لطيف، هتبقى سامباتيك لطيفه، ما بيحصلش فيهم اي تغيير. طب لو الصفه منتهيه بأو اكسون تيجو، في الحاله دي هنأنسها باضافه او هي كمان، زي مثلا اوردوني منظم، تبقى اوردوني منظمه، زودنا حرف الاو. يبقى ببساطة عشان أنس الصفة أحط أو، طب عندي أو خلاص ما أحطش حاجة، طب عندي أو أو أكسون تيجي أحط أو هي كمان. تمام؟ طيب بعد كده عندنا لو الصفة منتهية بإف، الإف دي هنحولها لفي أو، زي مثلا أكتيف اللي هي نشيط، هنأنسها إن احنا نحول الإف دي لفي أو تبقى أكتيف، أكتيف نشيطة، يبقى نشيط نشيطة. الصفة المنتهية بالأو إي إكس، الإكس دي هنحولها لإس أو، زي مثلا كلمة نيرفو هتبقى اللي هي عصبي، هنحول الإكس دي لإس أو هتبقى نيرفوز عصبية. تمام؟ يبقى دي اللي هي تحويل القواعد بتاعة تأنيث الصفات. آخر حاجة بقى عندنا في صفتين مختلفين ما بيتبعوش القواعد دي، زي مثلا كلمة جونتي هي مهذب، التأنيث بتاعها جونتي، بنضعف ال ال ونحط او يبقى جونتي جونتي، مهذب مهذبه. دو اخرها اكس هتبقى دوس، الاكس دي هتتحول لسي او. تمام، دول بس الصفتين اللي نحفظهم والباقي بيتبعوا القواعد اللي احنا شفناها فوق دي. يبقى ببساطه بأنس ان انا بضيف او، طب عندي او خلاص من الصفه تفضل في المذكر زي المؤنث، طب عندي او اكسون تيجي اللي هي الاو عليها شرطه من فوق هنحط هنزود او هي كمان، طب عندنا اف هنحولها لفي او، طب المنتهي بالاو اي اكس هنحول الاكس لاس او، وفي النهايه عندنا جونتي هتبقى جونتي، ودو هتبقى دوس، دو يعني لطيف ودوس يعني لطيفه. تمام، كده اللي هي خدنا قواعد التانيث بتاعه الصفات. فبالتالي لما اشوف الجمل ديت افهمها، علي اي بافار، هنا بافار هي مذكر عشان علي اسم مفرد مذكر. طب منى ايه بافارد، هنا بافارد جايه مؤنثه حطينا او عشان منى اسم مفرد مؤنث. طب علي ايه سامي سو انتيليجون، علي وسامي يكونوا اذكياء، هنا اذكياء جايه مذكر وجايه محطوط فيها اس عشان هنا الفاعل جامع، بس عامه هي هنا مذكر ما حطيناش او ما انسناهاش وحطينا الاو. على عكس مثلا منى ايه نهى سو انتيليجون، منى ونهى سو انتيليجونت يكونوا مهذبين، فهنا حطينا او اس، الاو اللي هي بتاعت التأنيث عشان الفاعل مؤنث، وكمان الاس عشان الفاعل جمع. تمام، فسيبنا من الاس دي دلوقتي بس افهم بس حكايه اللي هي حولنا الصفه من مذكر لمؤنث. اوكي، طيب بعد كده عندنا في ملحوظه مهمه، بس قبل ما نشوف الملحوظه ديت لازم نفهم جزئيه الاول، وهي المضاف والمضاف اليه. يعني ايه؟ يعني لو عايز اقول بالعربي مثلا والد منى، عايز احولها لفرنسي، اقول الكلمه دي بالفرنساوي، هلاقي ان كلمه والد او اب يعني لو بير، لو بير يعني الاب او الوالد. طب منى هنكتبها كده تبقى لو بير منى، لو جينا نترجم حرفها هنترجمها بالشكل ده كده. تمام، بس ناقص حاجه واحده وهي لو بير لازم نزود هنا، ومنى لو بير ده اسم،
ومنى اسم، فطالما عندي اسمين في اللغة الفرنسية ما ينفعش ان هما يجوا جنب بعض كده، لازم أن يجي بينهم حرف الجر دو. فنقول لو بير دو مونا، يعني والد مونا. تمام، بأي اسمين ما ينفعش ان هما يجوا جنب بعض زي العربي كده، لا لازم نحط بينهم رابط وهو حرف الجر دو. تمام، نفس الكلام لما نقول قلم سامي، قلم يعني لو ستيلو، وسامي هنكتبه، فلازم نحط بينهم ايه دو، تبقى لو ستيلو دو سامي، يعني قلم سامي. نفس الكلام مع زميل الفصل، زميل يعني ان كاماراد، والفصل كلاس، ونحط بينهم الدو، يبقى ان كاماراد دو كلاس. وناخد بالنا من التعبير ده اللي هو ان كاماراد، ان كاماراد اللي هو زميل، لو مؤنث هنحط هنا او تبقى ان كاماراد هي زميله. فعامة ان كاماراد دو كلاس، ناخد بالنا من شكل حرف الجو دو لانه بيجي في الامتحانات على طول، لان حرف الجو ده ممكن يتغير في بعض التعبيرات او الجمل، فهنبقى نشوفها بعدين. بس نحفظ ان كاماراد دو كلاس بالشكل ده، يعني زميل الفصل. طب لو عندي بقى والد، لو عايز اقول والدة منى وسامي، عندي اسمين في الحالة دي، هقوم قايل لامير دو منى، والدة منى، و ايه دي اللي هي الوا دو سامي، وسامي. فهنا حطينا دو بين قبل كل اسم فيهم. تمام، يبقى لامير دو منى، والدة منى، مامت منى، و ايه اللي هي وا دو سامي، هنا حطينا قبل سامي كمان الدو. هيبقى عامة لو عندي اسمين في اللغة الفرنسية وهيجوا جنب بعض بحط بينهم حرف الجر دو بالشكل ده. لو عندي أكتر من اسم، اسم هينضاف له أكتر من اسم، من اسم زي هنا منى وسامي منضافين للأم، في الحالة دي بنحط قبل كل اسم منهم حرف الجر دو. طب ده هيفيدني في إيه؟ أو ده لما أفهم ده هيفيدني في إيه في الكلام ده كله؟ ببساطة خالص الموضوع ده كله هيفيدك إن في عند وجود مضاف مضاف إليه فإن الصفة تتبع الاسم الأول. يعني احنا شفنا الصفات من شوية وازاي بنأنسها والكلام ده. فهنا انا لو عندي كلمة زي دي او اكتر من اسم زي ده، الصفة تتبع منى ولا الاب؟ يعني تتبع الاسم، هنأنس الصفة ولا هتفضل مذكرة عشان الاب؟ في الحالة دي الصفة بتتبع الاسم الاول اللي هو قبل حرف الجر دو. تمام، نشوف مع بعض مثال عشان نفهم. يعني اما اقول لا مير دو سامي، مامة سامي او والدة سامي، ايه اردني، هنا لو بصيت على الأردني هلاقيها مؤنثة، حطينا حرف الأو. هنا والدة سامي تكون منظمة، فهنا حطينا الأو ليه؟ عشان هنا لامير، عشان الأم. طب ليه محطيناهاش عشان سامي؟ لأن لو عندي مضاف مضاف إليه اسمين وبينهم حرف الجو دو، الصفة بتتبع الاسم الأول اللي هو قبل حرف الجو الدو، ودي دايما بتيجي في الامتحانات هناخد بالنا منها. يبقى لامير دو سامي إي أردني، هنا حطينا الأو عشان كلمة لامير مؤنثة. طب نفس الكلام لما اقول لا مير دو مونا، ايه دو سامي، ايه هتبقى اكتيف، والدة مونا وسامي تكون نشيطة. هنا اكتيف حولنا الاف لفي او خليناها صفة مؤنثة. طب ليه؟ عشان هنا عايدة على الاسم الاول اللي هو قبل الدو اللي هو لا مير. تمام، يبقى دي كده فهمنا ازاي نستخدم الصفة، ازاي نقول نعبر عن السمات الشخصية أو الصفات الوصفية بشكل عام، وده طبعا باستخدام فعل اتخ، وكمان شفنا استخداماته التانية بالإضافة إن هو ممكن نستخدمه عشان نقدم النفس بدل جو مابيل أول جي سوي، وكمان عشان نقدم الآخرين من خلال سي وسيسون، وكمان شفنا مع بعض إزاي بنأنس الصفات الوصفية، وشفنا في كمان فهمنا يعني إيه مضاف مضاف إليه، وعرفنا إن الصفة بتتبع الاسم الأول اللي هو قبل الدو في حالة المضاف المضاف إليه. وبكده يبقى القواعد الدوسي الثالث كلها خلصت. لو في أي سؤال اكتبه في التعليقات تحت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.